يمكن شفنا الفترة اللي فاتت ويمكن شفنا على مر الوقت الرئيس السيسي دايما بيتكلم عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر الرئيسية، كان ومازال أكبر الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية، وده يمكن ظهر خلال لقاءات واتصالات الرئيس السيسي مع قادة ورؤساء العالم اللي بيأكد فيها دايما على ضرورة التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الرئيسية، قضية حملتها على عاتقها وطالبت بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وذلك على مدار عقود متتالية حتى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وما زال دائماً من أكبر الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية، ليس فقط منذ اندلاع الأزمة الأخيرة ولكن منذ سنوات طويلة، وظهر هذا واضحاً في خطاباته وجولاته الخارجية وأثناء استقباله قادة وزعماء ورؤساء الدول، حيث نادى دوماً بحل عادل للقضية الفلسطينية. الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى وهو يعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في ظل حالة صمت دولي أصبحت غير مقبولة وتستدعي موقفاً دولياً واضحاً وحازماً للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية. ويتبنى الرئيس السيسي رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وهو ما ظهر من خلال لقاءات واتصالات الرئيس مع قادة ورؤساء العالم. كما أن هناك مواقف وقرارات سيسجلها التاريخ للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها تأكيد مصر منذ عام 2014 رفضها التام للممارسات الإسرائيلية الغاشمة التي تعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي مع وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى. كما أصدر الرئيس السيسي توجيهات لحملته الانتخابية عندما كان مرشحاً رئاسياً بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا لدعم أشقائنا في غزة، ما يؤكد مدى حرصه على تخفيف الآثار الناجمة عن الحصار وما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاكات إسرائيلية غير مبررة تتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. فضلاً عن كلماته المعبرة والقوية عن القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الأخيرة عندما قال إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبداً على حساب مصر. إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.